شكرا للإخوة في أنوار بريس على الحضور معنا في هذا اللقاء. وكما قلتوا تيتزامن الاختتام ديال اختتام الدورة التشريعية مع احتفال الشعب المغربي بعلاج المجيد، واللي بالمناسبة تقدم جلالة الملك بخطاب سامي. وبالنسبة لنا ما يمكن لناش إلا نتمنوا نعتزوا بهذا المضامين، بالخصوص يعني في الأقطاب الثلاثة ديالها. أولا إرجاع الموضوع ديال المناصفة وديال المساواة للنقاش العمومي في أفق تعديل المضامين ديال مدونات الأسرة بعد واحد المدة ديال الاشتغال بها، واللي بينات بأن المجتمع المغربي اليوم بخصوص موضوع المرأة عرف واحد التطورات كبيرة اللي كتستدعي أن هذه التعديلات بما ينصف المرأة، وأيضا في اتجاه المناصفة أيضا كما ينص الدستور باش أن المرأة تبوء المكانة ديالها في كل المفاصيل ديال الدولة وفي يعني في السياسات العمومية أيضا تدخلها بشكل كبير هذا الموضوع. الشق الثاني، ومن هنا كنأمنوا بأن في هذا الموضوع يعني جلالة الملك راه يعني دار واحد التشوير للحكومة على أساس أن هذا الموضوع يكون في الولاية القادمة وفي الدورة القادمة من أولى الأولويات بخصوص على المستوى التشريعي. الموضوع الثاني أيضا هو المكان اللي يحتل العلاقة مع الجار يعني الجزائر في الخطاب الملكي، هو التوجه الملكي السامي ديال مد اليد للجارة بأن البناء الدول المغاربية والاتحاد المغاربي من جديد، والابتعاد عن كل هاد الإشكالات اللي حصلت في هذه السنوات الأخيرة واللي ما تتخدمش الحقوق والمصالح ديال الشعبين. لأن المستقبل اليوم في ظل التطورات اللي حصلت من التكتلات القوية وتكتل المغاربي بدوله الخمس كان استراتيجيا في مرحلة ما، للأسف بقى بإشكالات صغيرة. وكنعتقدوا بأن اليوم في الصميم الدعوة ديال جلالة الملك للقيادة الجزائرية لفتح حوار جاد حول القضايا المشتركة والأفق المشترك. المسألة الثالثة اللي حطت في الخطاب الملكي بالأهمية الكبرى هو الموضوع الاقتصادي والاجتماعي، يعني أمام الظرفية الصعبة اللي كيعرفها البلاد بأنها الانكباب عليها أولا في استكمال الورش ديال الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، ثم أيضا المضمون الثاني هو المضمون الاقتصادي. والإشارات المهمة ديال جلالة الملك في التحكم في الأسعار وحماية قدرة الشرائية للمواطنين والضرب يعني والوقوف بقوة عن المضاربات اللي ممكن تكون في الاقتصاد الوطني مهمة وإشارتها. وكنعتقد بأن لا 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 رمزيتها في الوقت فين جات والإشارات مشات لجميع الفاعلين اللي المفروض ينكبوا على إيجاد الحلول لها. بالنسبه لنا في الفريق الاشتراكي يمكن نقولوا اليوم بعد نهايه السنه الدوره التشريعيه ولكن نهايه ايضا السنه التشريعيه الاولى في دورتها، احنا مطمئنين للاداء ديال الفريق. كما كيعرف الجميع الفريق منذ البدايه يعني خدا المكانه ديالو في المعارضه مع فرق اخرى اللي هي الفريق الحركي والفريق التقدم الاشتراكيه والمجموعه النيابيه للعداله والتنميه. قام الفريق بتنسيق العمل ديال المعارضه للدورتين بشكل كبير وبشكل مهم. في هذا الإطار كانت عمليات كبيرة ما بين الفرق المعارضة مشتركة، وكاين أداء ديال الفريق الاشتراكي بوحده باعتباره أهم يعني أكبر فريق في المعارضة. وفي هذا الباب يمكن نعطي واحد المجموعة من الإحصائيات رقمية اللي قام بها الفريق اللي ممكن تعطينا صورة على الأداء ديالو. ففي المجال الرقابي قدم الفريق ديال حوالي 559 سؤال شفوي، قدم ايضا 700 ديال الاسئله الكتابيه بخصوص المواضيع الطارئه والعامه. تقدم الفريق ب 28 موضوع طارئ. بالنسبه لطلبات عقد اللجان الدائمه 104 ديال الطلب عقد لجان، ثم طلبات 12 طلب ديال المهمات الاستطلاعيه. وبالنسبه لنا هذه حصيله جد مشرفه في سنه اولى اللي كتكون عاده سنه استثنائية وانتقالية، ولكن يمكن نقولوا بأن الفريق الاشتراكي وضع اليوم العربة فوق السكة، وبإمكان يكون الأداء ديالو في السنة القادمة أكثر. فقط بالمقابل مع هذا يمكن نتكلموا على التفاعل الحكومي. غنسجلوا بأن
تفاعلت الحكومة مع مقترح واحد اللي هو قانون الماء واللي تم التصويت عليه ب ب ب ب ب ب ب بالإجماع داخل أروقة البرلمان. ولكن يمكن نقول أيضا بأننا 35 مقترح لم يتم التفاعل معها. بالمقابل الأسئلة الشفوية والكتابية عدد الأجوبة اللي تلقاها الفريق ما تتجاوزش الثلث، حدود 30%. وبالنسبه لنا هذا اداء 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 أدا أدا شيء معبر، لان الا جمعنا على الاداء ديال البرلمان اجمالا كنقولوا بان التفاعل الحكومي مع الاداء ديال البرلمان مع مقترحات القوانين ومع الاسئله ومع الاسئله ومع العمليه الرقابيه ضعيف ومفروض عندهم. ولهذا شرنا في البلاغ ديالنا اللي درناه بالاختتام لهذا الموضوع، فعلقتنا ايضا في داخل ندوات الرؤساء مع سيد رئيس مجلس النواب، قلنا لحد الحكومه على تفاعل بقوه، لان ما يمكنش. وفي ناس سجلنا واحد العدد ديال المظاهر اللي كتاثر على العلاقه ما بين البرلمان، ولكن تاثر ايضا على الصوره ديال المستشارين عندنا. المستوى الرقابي، مفروض رئيس الحكومه يجي للبرلمان في هذه السنه 8 مرات، لان النظام الداخلي واضح حضور رئيس الحكومه مره في الشهر المسائله الشهريه. نفس الشيء المحكمه الدستوريه اثناء الحكم ديالها قالت بان حضور مره في الشهر في كلتا الغرفتين. اليوم اللي حصل عندنا حنا هو ان حضر رئيس الحكومه مره شهرين، وهو ينافي العمليه. وبالخصوص المساءله الشهريه هي مساءله سياسيه بشكل كبير، وكتسمح للمواطنين والمواطنات والراي العام لا السياسي والمواطنين العاديين يتبعوا الافق ديال الحكومه، ما مدى يعني حرصها على تتبع البرنامج الحكومي ديالها، ما مدى حرصها على قانون تتبع قانون الماليه ديالها. ملي كتكون رئيس الحكومه تيكون الموضوع اللي عنده الاهميه ديالو، اذا الاخلال به كنعتبروه فيه تنقيص من العمل ديال مؤسسات مجلس النواب، ولكن ايضا تيخل بواحد العمليه تواصليه مهمه ديال مؤسسات رئاسه الحكومه. نفس الشيء يمكن نقولوا على التعاطي مع مقترحات القوانين اللي تقدمت بها لفرق الاغلبيه، ولمتو التعاطي معها قليل جدا. ويمكن هنا سميناه احنا بالنسبه لنا بان الامن القانوني للبلاد اصبح مهددا، بان تطور المجتمع ماذا يواكبه؟ كنحسوا بالتطور اللي كيحصل في المجتمع، بان رغبه الحكومه ورغبه الدوله بانها كتطور القوانين بما يحمي مصالح الناس، لان كل ما تطور المجتمع تنبغيو قوانين في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاقتصادي. كيكون عندنا الاحساس في بعض الاحيان بحال المجتمع ديالنا مجتمع راكد، وهو غير 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 صحيح، لان التعاطي ايضا مشاريع القوانين حتى اللي تجي بها الحكومه كتجي بها ضعيفه. وهنا سجلنا واحد الظاهره مهمه لدينا، هو تعطيل عمل اللجان. انا في كثير من الاحيان اللجان ما كتشتغلش بقوه، ولا كتغرق بمواضيع كثيره. في بعض الاحيان لقينا لجنه غادي تجتمع، وغادي تجتمع في 5 المواضيع مختلفه، وفي 20 موضوع كتولي تجتمع 7 ساعات 8 ساعات في مواضيع مختلفه، بما يشتت بالخصوص مع الهيكله الحكوميه اللي كتعطي. كنجيو للجنه الاجتماعيه، يجي وزير التربيه وتكون تيناقش الرياضه، وتيناقش التربيه الوطنيه، وتيناقش الميثاق، وتيناقش الشغب الملاعب، وتيناقش بمعنى كنوليو امام واحد الخليط اللي ماشي صحي. الاصل ديالو الهيكله الحكوميه، ولكن التفعيل ديالو ايضا في عدم تنظيم اداء اللجان والاغراق ديالها في بعض الاحيان، اللي كيحصل احيانا اخرى بالمقابل مع البطء ديال عمل اللجان في المرحله الاولى. في الاسبوعين الاخيرين شفنا واحد السرعه مهوله في تمرير القوانين، مشاريع القوانين، مشروع القانون الخاص بالوكاله المائيه كان المفروض يحظى في 90 ماده، المفروض يحظى بالكثير من النقاش، وكنوليو بسرعه بغينا نمروا في 3 ايام بغينا نناقشوا يتقدم ويتناقش ويتصدق عليه. وهو اللي ماشي صحي بالنسبه لنا، لان الغايه من مناقشه القوانين في البرلمان هو اولا تملك البرلمانيين لها، ثم ثانيا الراي العام على الاقل المعني بهذا القوانين يكون تبعها ويتبع النقاش ديالها ويتملك المضائمين ديالها. هما اللي كنصوتوا عليها فعلا كنضيفوا للمنظومه التشريعيه ديالنا واحد القانون، ولكن كنضيفوا معاه ان الناس تملكتها. اذا هنا يمكن نقول بان بالنسبه لنا كفريق الاداء ديالنا مطمئن له ومزيان، ولكن بالنسبه لنا الاداء الحكومي التعاطي الحكومي مع البرلمان مازال ضعيف، ويجب استدراكه في السنه الثانيه. احنا في السنه الاولى الا قلنا هذا على الموضوع ديال
التشريعي والرقابي، يمكن نقولوا على المجالات الاخرى اللي تيشتغل عليها البرلمان، مجال الدبلوماسيه الموازيه. صحيح ان البرلمان كنعتبره مازال تيقوم بشكل كلاسيكي، يعني مع عمل الشعاب، عمل مجموعات الصداقات واستقبال واحد بعض الوفود، في حين هذا الموضوع ديال الدبلوماسيه الموازيه والبرلمان المفروض يحتل فيه مركز الصداره، والمفروض تعطى له ديناميه اخرى اكبر، وما كنا وصينا به. تلقفوا السيد رئيس مجلس النواب وتعقد شراكة مع وزارة الخارجية على أساس تكوين البرلمانيين في هذا المجال، يعني القضايا اللي كتشغل اللي معنية بالدبلوماسية، مواضيع حقوق الإنسان، مواضيع الاقتصادية، المواضيع الاجتماعية، مواضيع المساواة اللي كتكون موضوع ديال النقاش ديالنا في المحافل الدولية. توقعات الاتفاقيه، ولكن التفعيل ديالها على المستوى التكوين مازال 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 تيعرف واحد البطء كبير. نفس الشيء على يمكن نقولوا على العلاقه بالديمقراطيه التشاركيه. الديمقراطيه التشاركيه ملي نص عليها الدستور المفروض انها الاليه ديالها تشغل بقوه، اليه الحدود. الان اللجنه المكلفه بالعرائض في هذه الولايه مازال ما تشكلت، يلا الان احنا في اطار التشكيل ديالها. لجنة الموضوعات الخاصة بالمساواة مازال ما تشكلت. فهادو محورين كبيرين معنيين بهم العلاقة مع المجتمع المدني، مازال ما تشغلوش. ثم العلاقة، يعني تيسير العلاقة مع المجتمع المدني في مواضيع موضوعات مختلفة والقضايا اللي كتشغلوا، كنحسوا بأنه مازال بطيء. ويمكن نقولوا احنا ولهذا قلت بأن الفريق يعني انضم 10 ايام دراسيه و22 لقاء مع منظمات مهنيه، كنعتبروا بان الفريق فتح النوافذ ديالو في هذا الباب، والفريق مؤمن بانه في يعني في الدوره القادمه غادي يعزز هذا الامل، ولكن الامل ديالنا بان المؤسسه ديال البرلمان بانها تقوم بهذا العمل بشكل اكبر وبشكل اوضح. احنا بالنسبه لنا النظام الداخلي الان قطع واحد الاشواط، يعني في تقديم كل الفرق قدمت مقترحات بالنسبه لها، اشتغلت اللجنه ومن بعد تقدمت الفرق قدمت المقترحات ديالها. والمرحله الثانيه اللي غادي تجي احتمال يعني الكبير هو انه في الدوره الخريفيه غادي تعرض على البرلمان. ولكن شنو اللي كيحكم النظام الداخلي؟ يعني التقاليد بانك يتبذل المجهود باش يكون عليه اجماع، ولكن حنا اللي نبغيو اللي كنامنوا زعما والفلسفه دي باش قدمنا المقترحات ديالنا، هو ان النظام الداخلي تيحكم مفاصل واحد المؤسسه ديال المستقبل، ماشي فيها شي اغلبيه ومعارضه، اللي يحمي الديمقراطيه ديالنا. وظهرت في التفعيل ديالنا واحد المجموعه من الاشياء المفروض تحمى، مثلا طريقه باش تشكل مجلس المكاتب هذه السنه، اللي اعطت بان في التقاليد كان الامناء بجوج، يعني امين كيكون عند المعارضه وامين عند الاغلبيه، محاسب عند الامناء. لان كاين خلل في تاويل النظام الداخلي سمحت باش ان بجوجتهم يكونوا لصالح الاغلبيه، مما كيجعلنا في الصوره احنا كنخلوا بواحد الديمقراطيه ديالنا اللي المفروض يكون فيها التوازن. اذا خلل من هذا النوع خصو يتعالج، يعني النظام الداخلي بالتقالي بان خلل كبير في هذه الولايه. عاده كتكون واحد التوازن في العدد ما بين المعارضه والاغلبيه، كيكون حزب كبير في المعارضه، مما كيسمح بان التوقيت النسبي هو تيتوزع بالنسبيه، انه كيكون صوت المعارضه باين. هذه السنه اغلب الاحزاب الكبرى المواليه للحكومه كلها في الحكومه، احزاب المعارضه عدديا قليله، فولينا امام ثلاثه الساعات اللي كاينه ديال التوقيت، ديال التوقيت نصف التوقيت كتاخذ الحكومه، نصف التوقيت اللي هو ساعه ونصف كتاخذوا الحكومه 90 دقيقه. 90 دقيقه الثانيه اللي كتبقى كتقسم ما بين الاغلبيه بالنسبيه، كتاخذ منها ثلاثه الارباع كتاخذها الاغلبيه، اللي تقريبا هي 75 دقيقه، كتبقى 15 دقيقه في المجمل الاحزاب المعارضه. اذا هذه مساله ماشي ذاتيه، لاننا في المعارضه، الى انا في الاغلبيه هذه الصوره غير مقبوله، أن في ثلاثة الساعات كتكلم الحكومة وأغلبيتها
التوقيت كله 15 دقيقة كتتكلم مع المعارضة، فطبيعي صوت المعارضة ليصل إلى المواطنين والمواطنات، وطبيعي بهذا الشكل الديمقراطية مهددة، لأن الديمقراطية هي التوازن ما بين أغلبية ومعارضة، ما بين حضور الصوت، لأن فين غادي تخرج المعارضة لاحقا؟ إلا بغينا شي يكون التداول على السلطة، خص المعارضة فين غادي تتكلم؟ بدا تخرج تتكلم؟ إلا ضفنا لهذا الهيمنة على الإعلام العمومي من بعد اللي كيولي الصوت ديال الأغلبية حاضر فيه في كل في كل في كل في كل وقت. ف واحد من الإشكالات اللي كنعتقدوا بأن ممكن يجاوب عليها النظام الداخلي للمستقبل هذا، لأن الجواب كاين. الإيجابي اللي عندنا في هذا هو أن التجربة ديال المساءلة الشهرية حلت المشكل. المحكمة الدستورية سبق لها حكمات وقالت أوكي التوقيت ديال الحكومة ما يتمش، اللي هو ساعة ونصف نصف التوقيت، ولكن نصف التوقيت المتبقي أن يقسم نصفين ما بين الأغلبية والمعارضة، هذا كيسمح بين الصوتين يخرجوا. لأن اليوم اللي كيحصل عندنا هو أن كتكلم الحكومة وكتقوم في نصف في ثلاثة الأربع ديال التوقيت آخر الأحزاب الأغلبية كتقول لها احنا معاك وحنا كنتو، تيولي الصوت اللي خص يسمعوا المواطن غير 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 موجود. هذا نماذج من من من, من الإشكالات، ولكن هناك نماذج أخرى اللي ظهرت في الممارسة. الإشكالية ديال عمل اللجان، عمل اللجان واش يكون عمومي ولا ما يكونش عمومي، ما مدى صحته، في تطور وفي اجتهادات. كل هذه القضايا اللي اليوم مسات العملية مفروض النظام الداخلي يجاوب عليها نحو المستقبل. مفروض ما يكونش عندنا النقص إلى 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 الخلف. مفروض أن لا يكون النظام الداخلي تيحمي غير مجموعة عندها أغلبية الآن، لا، خصو يحمي المستقبل ويعطي أفاق للديمقراطية ديال البلاد. اللي بغيت نقول للمواطنين والمواطنات كاملين، لأنهم اليوم غادي يكونوا مقبلين على العطلة، عطلة سعيدة للجميع، ونتمنوا إن شاء الله السنة القادمة تكون في الخير على بلادنا. أولا الأزمات كلها اللي كاينة على الصعيد العالمي تحيد، نتمنوا أن إن شاء الله الجفاف يزول وبلادنا تمشي للأمام والتقدم. شكرا لكم. Thank you.